صباح الخير، اليوم ان شاء الله كاين فيديو جديد ياك كوكو. كوكو كديتي فيا غنقول لك علاش خصك والميزات باش تسافر بوحديتك. ملي كنسافر ساعه ساعه كنمشي مع العائله، ساعه ساعه مع الاصدقاء، وبزاف د المرات كنمشي بوحديتي، وبزاف د الناس كتجيهم غريبه كيعجبني نسافر بوحديتي. ولكن انا نقول لكم علاش من احسن السفرات اللي كنعمل انا كنكون فيهم بوحديتي. ريزون نمبر 1، اذا بغيت نوقف كنوقف، واذا بغيت نخلف كنخلف. يعني حد ما كي كونديسيونار لك الفواياج ديالك، وتينا بوحديتك كتقرر علاش فين وفوقاش. غادي نغتنم الفرصة هذا الفيديو باش نعاود لكم القصة ديال هذا الطريق والغوندوني اللي غادي نعمل اليوم. فيها واحد 10 كيلومتر، 5 المشي و5 المجي، واسمها لا سيندا دو لوس بريسيونيروس، بالعربية كتعني طريق ديال الحباسة. هاد الحباسة حيت عدلوها الحباسة، تعدلت بين عام 1940 و 1942. واحد البقرة قدامي والعجية ديالها تما، يعني واذا مشيت نخلف قربت العجل ديالها بحال ولا تجي لي بقرة. المهم نزيد نعاود لكم، فرانكو بغى يبني هذا الطريق باش يشرك الساحل ديال كاديف كامل باش يكون كومونيكاسيون سهله بين العسكر. غيزون ثانيه، ملي كتسافر بوحديتك كتعرف على الناس بزاف. علاش؟ حيت نورمالمون ملي كنسافروا مع الاصدقاء ديالنا ولا الناس كنعرفوا كنتكونسنتراو في الناس اللي معانا، وما كنحاولوش نبداو شي كونفرساسيون مع شي واحد ما كنعرفوهش. وبزاف الحالات ملي كتسافر بوحديتك كيكونوا عاو شي مسافرين اخرين، حتى هما اللي كيسافروا بوحديتهم كيتشوفوك وكيهما بيدهم بوحديتهم كيتقربوا منك. نورمالمون ملي شفتي شي جروب هيدا ما كتزعمش، اما واذا كنتي بوحديتك وشفتي شي فواياجور اخر ماشي بوحديتو وبين عليه زعما حتى هو كيسافر هيدا كتحاول تقرب منه. في نفس الوقت ملي كتقرب من شي واحد ما كتعرفوش دائما 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 كتعلم شي حاجه جديده، اما الدوله ديالو واما من اللغه واما شي انفورماسيون يقدر يعطيها لك على ديك الدوله اللي نتينا فيها. الى فيك البلوه بحال يماك. بلاتي بلاتي بشويه بشويه. وانا غيزون اخرى، ملي كتسافر بوحديتك كتخرج الزون دو كونفور ديالك، يعني ما كتبقى تعول حتى شي واحد لا حتى شي واحد، وكتعول غير على راسك، عندك غير نتينا وراسك. هاد النقطه هادي كيبانو ثلاثه الدول، كاين جبلات المغرب تما، اسبانيا هنايا، وجبل الطار ديك الناحيه اللي هي كتنتمي للانجليز. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in cuz I want more. حاجه اخرى انا كتجيني ايجابيه كبيره ملي كتسافر بوحديتك هي بانك تكون كل وقت في اليرت. ملي كتركب في الطياره وتينا جالس كتحضي راسك كتعقل على كل شيء، اي ديتاي كتعقل حتى للناس اللي كانوا معك في الطياره، وقبل ما تسافر كتحاول زعما تركز على فين هما اهم اماكن اللي تقدر تفيزيتي تعمل فيزيتاروم تما، حيت ما كتبقاش يعول على شي واحد اخر اللي يعمل لك اللي يسهل لك الامور. عول على راسك في كل شيء. ملي كتسافر بوحديتك ساعه ساعه كتجبر راسك في شي مواقف صعبه وكتحل لك المشاكل بيدك بيديداتك، ثقه بالنفس كتمشي من زيرو حتى الالف. هوافه كتسمع بالترتيق كتخاف كتجي عندي كتهرب، انت ما خصك مني والو، كتشوف شي جرو كبير كتهرب عندي. دوس اونا وينغا غوري وينغا وينغا وي وي كيري 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 هك 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 اوا سك سك يلا جري هكا طلق طلق وا بنت الكلاب
عطتني واحد العطا تنقبتك بلاتي ليلك بلاتي تأولش على الجرى يشوفوا شي عاود ينساوك يجيك واحد الاحساس الحريه اللي كيبان في بزاف الناحيات ومن اهم د الحاجات على الاقل بالنسبه لي هي الماكله ملي كتسافر مع شي واحد ولا مع شي جروب هل اللي ما كيعجبوش اللحم هل اللي ما كيعجبوش الخضره هل اللي خصو بيتزا هل اللي خصو طاجين اللي كنمشي بوحديتو ما يقولش عندك المشاكل اللي تشهيته كتاكلو وعلى حسب الميزانيه ديالك تاتينا ما نسيتك شي جبت لك هذه ديالك يلا كيتا نو No, 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 coco ya. Muy bien, estito a dieli. Safi kemena ruta hna ya, 5 kilometer, mashi bzaf, sahla, ma fiha la tlu' bzaf, la habot bzaf, shwiya, ghal ard kain fiha alhajar bzaf. Li mziyan hna ya fi Spanya hiya kiadlu signalisation, wmli katkun qad amel shi, qad zama tla'a fi shi tariq. كيعاودوا لك عليها القصه ديالها كامله كيكونوا شي الكارديليس هكذا كما قلت لكم قبيلاتي هاد الطريق بنوها الحبسه اللي كان حكم عليهم فرانكو مورا الحرب الاهليه اللي كانت وقعت كانوا ضد هاد الديكتاتور وكانوا ريبوبليكانوس يعني ضد فرانكو وضد زعما الملك سبحان الله يلا قامو اش كتعمل هادي واش هاد الجرو حمقه ولا اش كتعمل كوكو كوكو نو نو الله الله شنو عملتي كوكو كوكو نو انا نو شو حالك شو حالك الخنزه مشات كاكا والجبده كتجبد فيها دابا شكون يغسل لك ايه كوكو سمعني شكون يغسل لك دابا اجي ما تهربش شكون يغسل لك دابا كلش كان غيغسل لك غتغسل بحديتك ولا نحيك في لابادوره غادي تجرى هتجرى مهم مورا هاد الحدث الجميل اللي بلا ما نقولكم انا كيف جاني عملت لي الشغل هاد بنت الكلاب اللي بغيت نقول لكم بزاف ديال الناس كيبداو يعملوا الحجه لا انا ما كنسافرش حيت ما عندي شي مع من سافر حيت خواتي ما كيعجبهمش يسافروا حيت اصحابي ما كيعجبو يسافروا اخي ديالي اختي ديالي شبر ماليطه ديالك عمل فيها حوايجك وزيد راه المغرب فيها بزاف الاماكن ما يتشافوا كيعجبك غوندوني يطلع فيها بركه ما تعمل سبه عمل ماليطه ديالك شبر اوتوستوب ولا التاكسي ولا الكار عمل حجوز دابا الحمد لله كل شيء سهل في الانترنت الاوتيل ومشي تسارى مع راساتك وهاد النصيحه ديها مني وطبقها غادي ترتاح نفسيا وجسديا وغادي تقوي وتكبر بزاف الشخصيه ديالك بلاتي 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 وي كنت علينا نطيح ديما كنساها واذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل جيم واذا عجبك المحتوى ديالي وما باغي تضيع حتى فيديو ما تنساش تعمل ابوني وتكليكي على الجرس